خلينا نروح بقى، احنا اتكلمنا على الاهرام واتكلمنا على اخبار اليوم والاهرام ورصانة المقالات والافكار والدراسات والاخبار اليوم، وهي النخبة والنجوم زي ما قال الاستاذ محمود بسيوني، الى صحافة الشعب. الجمهورية معروفة ان هي الجرنان بتاع الشعب وصحافة الشعب والاكثر تواصلا، مفيش حواجز بين جريدة الجمهورية والمنتج بتاعها الصحفي، حتى كان زمان المسا وكان وكان وكان، هي الاقرب شويه الى الناس. يعني اولا بشكر حضرتك طبعا والتجمع الجميل ده مع الاصدقاء، وانا بنظر للصحافه، يمكن طبعا صعب ان اتكلم بعد الزملاء الخمسه وهم طافوا. لا ده انت حظك حلو. لا خد الخلاصات بقى كده وظبط. لكن اللي انا بس لكن اللي انا عايز اقوله هو انا دايما بدور على فكره الرساله. رسالتك ايه؟ صحافة الجمهورية مثلا هو جورنال الشعب أو بيسموه جورنال الشعبوي. وبالمناسبة تخصيصه في هذه الجزئية هو كان فيه ظلم للجمهورية، لأنه برضو الجمهورية كان ليه جزء ومساهمة ثقافية مهمة جدا، كان ليه جزء ومساهمة سياسية مهمة جدا. وبالتالي أنا هنا وعندك صحفيين موهوبين وعبقرة وعندك كتيبة طلع من الجمهورية وتأثيرا، وبالتالي ظلم الجمهورية انك تقول ان هو صحافة الشارع. لا، هو صحافة مصر. خلي بالك هو خرج الجمهورية تعبيرا عن الجمهورية الجديدة في 54، واول من تولى رئاسته انور السادات. اذا انت بتتكلم هنا ان الجمهورية عندما خرج له رسالة. انا بقى بدور على الرسالة دي دلوقتي، مش برجع للرئيس السادات ولا 54، لكن بقول رسالتي ايه مع الدولة المصرية دلوقتي. لازم اربط ما بيني كجمهوريه الان وما بين التحديات اللي بتواجه الدوله، بربط بيني وبين رسالتي وبين ماذا تطلبه مني الدوله المصريه. ليه؟ لانه ما اقدرش افصل وما اقدرش ابعد عن هذه المساحه. لو بعدت عنها يبقى انا ماشي في سكه تانية خالص. بالمناسبه الدوله لا تحتاج لا تجميل ولا مجامله، لانه ما يحدث على الارض مش محتاج انك انت تجمله، انت تكفي بس انك انت تتعامل معاه صحفيا. صحيح. ومهنيا هتقدر تطلع حاجه. وبالتالي العقل المصري تعرض لسنوات طويله لعمليات استهداف وتغييب متعمد، نتيجه ان الاعلام كان مش مركز قوي مع هذا العقل المصري وكان سايبه، كان بيشتغل في حاجات تانية. النهارده كان عشان كده كان اول احد اهم الرسائل التي حملها الرئيس السيسي كيف نحمي العقل المصري من هذا التغييب وهذا الاستهداف، وتحدث الرئيس عن الإعلام ودور الإعلام. وفي كل مكان عندما كان يتحدث عن القوة العسكرية والقدرة على الرد كان يتحدث أيضا عن الإعلام ودوره في تثقيف وحماية العقل المصري. هي دي بقى رسالتي اللي أنا بدور عليها، كيف أمارس دوري زي ما القوات المسلحة وزي ما الشرطة بتحمي الأمن القومي وبتحمي حدود مصر، أنا إزاي أحمي العقل المصري من حالة الاستهداف والتشويه وتزييف الحقائق وإرباك المشهد. ده دور. يعني كمان يا أستاذ أحمد عايزين نتخطى مرحلة الحفاظ على العقل المصري إلى تجديد العقل. هو ده بقى. ندخل بقى في دي. إزاي كمان أساهم في المستقبل؟ مش أنا بتكلم عن جمهورية جديدة؟ طب رسالتي في الجمهورية الجديدة؟ إعداد هذا الجيل، زي ما قال محمود. أنا جزء من مهمتي، ودي أحد الحاجات اللي أنا بطالب بيها من زمان. انه حتى الصحافه القوميه، وبالمناسبه انا ما بين تنصيص كده انا عايز استخدم فكره منظومه الصحافه الوطنيه، بمعنى انه الصحافه القوميه والصحافه الخاصه والاعلام المرئي والمسموع والمقروء يجب ان يعملوا كلهم في منظومه واحده تتعامل بمنطق وطني مع الدوله المصريه. انا من ضمن احلامي ان كل جورنان وكل مجله له دور او لها دور ولها رساله. بمعنى ما ينفعش ابدا مجله ثقافيه تتكلم في السياسه وتخرج عن اطارها، لازم المجله الثقافيه تقدم لي نماذج ثقافيه، مبدعين، مفكرين، روائيين. معلش يا احمد هقطعك على النقطه دي، عشان النقطه دي ما ينفعش تمر مرور الكرام. تمام. ده للدكتور محمد فايز فرحات والاستاذ اسلام عفيفي، انه فعلا احنا عندنا بقى تلاشت الخطوط الفاصله بين التخصصات. الاقي كله بيجري ورا بالظبط صوره معينه. يعني انا عامل مجله ثقافيه او مجله مراه او مجله طفل او مجله، يعني مجله متخصصه لتحقيق غرض معين، فبيجي المسؤولين عن هذه المجله او الصحيفه او الاصدار
بيشوه الهدف الاساسي ويدخل في حاجات كلها متبعه بعض. راغ. بيجي مثلا الاقي الاصدارات كلها موجوده اللي نفس العناوين نفس المانشيتات نفس حاجه. طب راغ. انه قد يكون مش قد يكون مؤكد دور الثقافي اهم بكتير جدا من الدور السياسي انه يتخرج لك. مفيش تمايز من الادوار زي الام والاب. انا مجله دور مرأة. مجله متخصصه في المراه تتعامل مع المراه، مجله رياضه تتعامل مع الرياضه. طب مجله طب جورنال له تعامل مع الاخبار مع الاحداث مع التحليلات السياسية اللي تقدم الرسالة الحقيقية والرؤية الحقيقية للمواطن المصري القارئ المصري، علشان ما يسيبكش ويروح. هو ليه المواطن المصري في فترة من الفترات قديمة كان بيروح لقنوات أخرى وكان بيستمع لرواياتها؟ لأنه ما لقاش فقد المصداقية. بالضبط. إحنا مهمتنا بدأت مش من النهاردة، عشان برضه لأن زملائنا السابقين قدموا جزء كبير جدا وجهد كبير جدا، والدولة المصرية قدمت تمام جهد كبير جدا. هو انت النهارده بعيدا حتى عن الصحافه، هو انت النهارده لما تبقى عندك قناه زي القاهره تمام الاخباريه بدورها اللي لعبته في 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 قضيه غزه، ودورها اللي لعبته في في قضيه كثير جدا، مش انت قدرت تخلي ليك صوت مسموع وروايه مسموعه في الاقليم؟ صحيح. اذا انت نجحت. هو ده دورنا كمان. انت دورك كصحافه ان في في اطار رسالتك انت سواء جورنال يومي او مجله. عايز اقطعك بس في لحظه واحده بس يا استاذ احمد. اتفضل. عشان الحته دي ما تعديش بس بعد اذنك. اتفضل. كوادر المصريه اللي عملت القاهره الاخباريه. بالظبط. تمام. كوادر مصريه. اه مفهوم. لما نتفرج على التجارب مع حوالين